يا ولد بتاع الصبر ماشي، بس تحكي لنا بس شو خاص انا بعرف التفسير؟ لا بس اكيد لا تعرف ليش. بتعرفي انه انا بشوف انه لا. شو انه لا؟ انه ما شيلي كل شي علينا فلا. هيدا ما بيصدق انه اذا مش هيدا هيدا الشخص اذا راح معقول يقعد مع مرت عمه قاعدين لوحده هيدا عندي هيدا حياتي. لا ما فهمت عليك. كرمال هالشي ايه، وهيدا الشخص بيعرف يعني انه ولا يمكن. ما فهمت شي عليك. هيدا ما هو يقعد مع مرت عمه، مرت عمه رقم اثنين، وهيدا ما يكون رقم اثنين، ما يعمل رقم اثنين معه. ايه بس شو خص بتنا موضوع؟ ما خص ايه، عادي شايف انه لا. ايه شايف انه ما انه رح شايف انه الرقم اثنين رح